بنفز الصبح نشرب القهوة عند أبو أحمد ونوقف بلكي عسى الله هيك حدا بده شغيل نطلع معه نوقف في الساعة 6 الصبح بنقعد ما في شيء إنك وخوف للمستقبل يعني شيء من الشيء اللي بضايقني إني أفكر ببكرة شو رح يصير بابني بعائلتي بأهلي ما في لا مستقبل ولا شيء بدي ابني إنه ما يعيش الحياة هاي بديش يطلع مثلي يعني الواحد بيقول لي يا ريت ابني يطلع مثلي بس أنا بديش إياه يطلع مثلي بديش إياه يعيش الحياة الصعبة اللي أنا عايشها ما بدي بدي مستقبل إله بدي إذا درس وصار معه شهادة يقدر يشتغل عليها يقدر يكون إنسان كيف بدك تدفع أجار البيت ولا كيف بدك تأمن طبختك ولا كيف بدك إذا مرض ابنك بدك تعالجه ولا كيف بدك تدفع له المدارس وهون حياة بلبنان فوق الصعبة كلمة الأخيرة بس إنه يطلع فينا يطلع بهالشباب شجعوا الشباب لك شغلوهم عملوا لنا مشاريع عملوا معامل شغلوا العالم أنا عندي ابني بالدعم فوق بالنجدة بيجوا بيعملوا نشاطات بيعملوا لنا أعياد ميلاد بلعبوهن كثير ممتازة هيك قاعة تكون موجودة بهيك مخيم يعني بستفيد منها واحد كثير هيك رسمة هي ملهمة للأولاد لأنه خاصة إنه في طفل فراح يقدروا يشوفوا حالهم لأنه في طفل وهن أطفال فحيقدروا يفهموا إنه هذا الطفل عم يعمل هيك وحول هالرسمة لشيء حقيقي بحب صراحة أنا أرسم بالمطارح يلي لازم يكون فيها فن أكتر يلي ممكن تلهم العالم إنه يخلقوا شيء بالمطارح اللي ممكن يكون فيها صعوبات ممكن يكون شيء ملهم للعالم مش بس للأطفال يعني حتى الكبار